ملي كيكون الانسان كيشوف عن بعد كيكون المحاور البصريه ديالو متوازيه، ملي الانسان كيشوف واحد الصوره عن قرب كيكون عمليه التقلص ديال العضلات باش يشوفوا الصوره واضحه وبشكل صحيح. ملي كتكون عندنا صعوبه عمليه التقلص العضلات عن قرب هذا ما يسمى بقصور تقارب او لانسوفيزونس دو كونفيرجنس، وكينتج عليها ارتخاء عضلي. بالنسبه للاعراض كيكون الم الراس، كيكون احمرار العينين، كيكونوا دي بيكوتمون في العينين، كيكون الالم في على مستوى العينين، كيكون حساسيه ديال الضوء، كتكون لا فيجن فلو يعني ازدواجيه الصوره عن قرب، وكيكون الحكه في العينين. بالنسبه لمضاعفات قصور التقارب او لانسوفيزونس دو كونفيرجنس كينتج عليها الم شديد في الراس، يمكن يكون هنا، يمكن يكون هنا، ولا يمكن يكون في الراس في اللور، يمكن يكون عندنا الم شديد في العينين حتى كنحسوا بالعينين كيخرجوا بلوبار الناس كيحسوا بالعينين كيخرجوا من بلاصتهم تيلمون كيكون الالم شديد. يمكن يكون عندنا قله التركيز، ما كيقدرش الطفل او الشخص الكبير انه يركز مده طويله. يمكن يكون عندنا الغثيان بعض المرات او الدوخه، او دي فوا يمكن يكون عندنا حتى لي فوميسما. يمكن ان الواحد يكون عنده صعوبه السياقه في الليل، ما يقدرش يشوف لي فار دو فواتور، ما يقدرش يشوف الاضواء اللي كتكون ارتيفيسيال. ويمكن يكون عندنا حتى صعوبه استعمال الشاشات التليفون ولا لورديناتور. بالنسبه للناس اللي كيكونوا كيخدموا على الشاشه كيكون عندهم صعوبه انهم يستعملوا الشاشه طول النهار. بالنسبه لطرق العلاج في حاله قصور التقارب او ارتخاء العضلات، كيكون عندنا الا كان عندنا ارتخاء العضلات اللي هو خفيف كنبداو بنظارات واقيه ولا ما يسمى بليزونتي روفلي باش كيحافظوا لنا على العينين من الشاشات. كيكون عندنا قطرات العين، ولكن هادو بالنسبه لارتخاء العضلات الخفيف. بالنسبه لارتخاء العضلات اللي هو متوسط ولا شديد، ديك ساعات كنبداو بالترويض العضلي. بالنسبه للاطفال اللي عندهم 5 سنين حتى 6 سنين على حسب لا كوبيراسيون ديالهم، حتى السن الكبار هادو كيكونوا حصص ديال الترويض كيكونوا ما بين جوج حتى ثلاثه المرات في الاسبوع، وعلى مده اما 8 ديال الحصص او 10 ديال الحصص او 12 حصه. لو ماكسيموم اللي يمكن يكون على حسب حاله ارتخاء العضلات كيمكن يكون حتى 15 حصه. بالنسبه للتشخيص ديال ارتخاء العضلات، فالواحد ملي كيحس بالاعراض ديال حريق الراس وديال سورتو حريق الراس وسورتو عدم التركيز او قله التركيز او الام على مستوى العينين، ينصح انه يمشي يدوز عند طبيب مختص في العيون او طبيب عام. هما اللي غيرشدوا المريض الى المروض الطبي. ديك الساعات عاد يتم تشخيص الحاله على حسب بزاف ديال لي تيست اللي كنقوموا بها في العياده الطبيه، وعاد كنرسلوا هذاك الشخص للطبيب ديالو باش كيتاخذ القرار باستعمال ترويض العضلات العينين. الوغ بالنسبه للنصائح او الوقايه من هذا المرض، بالنسبه للاطفال اللي في السن المبكر او في سن التمدرس، يستحسن انجاز الواجبات المدرسيه في وقت مبكر باش ما يخليوهاش حتى الليل، لان كتنقص لنا التركيز في الليل. بالنسبه للناس اللي كيخدموا على الشاشه طوال النهار، فيستحسن انهم يديروا اون بوز ما بين واحد نص ساعه او لا 40 دقيقه ديال الخدمه، تكون اون بوز ديال 5 ديال الدقائق، وانهم يحاولوا يشوفوا بعيد وما يستعملوش الشاشه في هذيك 5 ديال الدقائق ديال الراحه. يستحسن او لا ينصح ان الاشخاص اللي عندهم مشكل في حساسيه الضوء انهم يستعملوا كما قلت لي لونيت نظارات انتي روفلي باش انهم يحافظوا على العينين.